على نحو وبائي أثر فيروس كورونا الجديد في محافظة كربلاء بكامل حياتهم اليومية. وبعد إعلان سيطرة المحافظة على هذه الجائحة، بدأت الشائعات ووعي المواطنين في تهديم البنى الاقتصادية والصحية، وأدت لانتشار خطورة الوباء في كربلاء وعدم امتثالهم للتوجيهات الصحية والوقاية من الاختلاط والتلامس مع بعضهم البعض. حظر جزئي وبالتالي أثر كثيراً، استنزف موارد الدولة المالية والبشرية واستنزف إمكانيات المواطن. استنزاف كان في هذه الفترة، تضرر كثيرا المواطن خاصة يعني أصحاب القطاع الخاص اللي هو يشتغل بأجر يومي، ممكن مثلا نضرب مثل أبو السبتوتة، أبو التاكسي، أبو المحل الغذائية، العامل عامل البناء، هذا يطلع يحصل أجر يعيش عائلته، ما يطلع يشتغل بالتالي راح يتضرر ويتضرر كثيرا. في أنا اللي أسميته في بعض المقالات أنه الموت البطيء. المواطن أبدى تعاون ببداية الأزمة بالعكس، والتزم التزام كامل بالوضع الصحي والحجر الصحي، لكن اللي خلى المواطن يطلع عن الحجر الصحي وهاي هو عدم اهتمام الدولة وعدم مراعاتها للطبقات الفقيرة، ما عدا الناس اللي الميسورين الحال اللي قدروا يطبقون الحجر الصحي. خلية الأزمة والقوات الأمنية أحكمت سيطرتها على شوارع كربلاء الرئيسية، والمواطن يتخذ من أزقتها ملاذا لممارسة حياته اليومية والتنقل بين خطورة الوباء وسلامة عائلته. هناك استجابة كبيرة من محافظة كربلاء من مواطنيها، وهذا دليل على وعيهم وثقافتهم، بالإضافة إلى أن المرض يتفشى في هذه المحافظة، وحرصهم الشديد على أبنائهم وعوائلهم تم الالتزام بحظر التجوال بنسبة 90%. تبقى أنك ناس يعني تلتزم أو ما تلتزم، هي بالأخير تبقى وقاية عامة. طبعا احنا مثل ما قال المثل، الوقاية خير من العلاج، فهي الوقاية تبقى أنه خير من العلاج بألف مرة، يعني العلاج حاليا ماكو. رغم إجراءات فرض حظر التجوال في محافظة كربلاء المقدسة بتوصيات من خلية الأزمة، يبقى الخيار الأول والأخير بيد المواطن الكربلائي، ويعتمد بالدرجة الأساس على وعي المواطن بعدم الخروج خارج البيت والحفاظ على سلامته وسلامة عائلته. لقناة تغيير الفضائية، جاسم الهميم، كربلاء.